دليل من القرآن الكريم في الحج في العشر الأول من ذي الحجة، حيث ظهر من يقول إن الحج في أي وقت من الأشهر الحرم. أنت لم تفهم صح يا دقيشي. الحج ينعقد، يبدأ الإهلال به في الحج أشهر المعلومات، شعبان عفوا شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة. فيجوز لك في شوال أن تقول لبيك حجا من الميقات، وإما أن تكون قارنا أو مفردا أو متمتعا. فالحج ينعقد في الأشهر المعلومات، لكن لا يتم طبعا إلا بأعماله، لأن تواصل إلى عرفات وإلى وتطوف طواف الإفاضة إلى غير ذلك.